أظهرت دراسة تصوير الدماغ أن عسر القراءة ليس مسألة ذكاء. المصدر: جمعية العلوم النفسية. الملخص: يتم تشخيص حوالي 5 إلى 10% من الأطفال الأمريكيين على أنهم يعانون من عسر القراءة. من الناحية التاريخية، تم تخصيص التصنيف للأطفال الذين يتسمون بالذكاء، وحتى الذين يتحدثون لفظياً، ولكنهم يعانون من صعوبات في القراءة، باختصار، الذين لا يتوافق معدل ذكائهم المرتفع مع درجاتهم المنخفضة في القراءة. عندما لا يكون الأطفال بهذا الذكاء، فإن مشاكل القراءة لديهم تعزى إلى حدودهم الفكرية العامة. الآن تتحدى دراسة جديدة لتصوير الدماغ هذا الفهم لعسر القراءة. يقول جون دي غابرييلي، عالم الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي عمل في الدراسة مع فوميكو هيفيت هيروكو، وجدنا أن الأطفال ذوي المستويات ضعيفة في القراءة يعانون من نفس الصعوبة الدماغية في معالجة أصوات اللغة، سواء كان معدل ذكائهم مرتفعا أم منخفضا. تاناكا وجيسيكا إم بلاك وليان إم ستانلي وشيلي آر كيسلر وآلان إلريس من كلية الطب بجامعة ستانفورد، تشارلز هول من جامعة يورك في المملكة المتحدة، وسوزان ويتفيلد غابرييلي أيضا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. صعوبة القراءة مستقلة عن القدرات المعرفية الأخرى. النتائج، التي سيتم نشرها في العدد القادم من مجلة علم النفس، التي تنشرها جمعية العلوم النفسية، يمكن أن تغير الطرق التي يساعد بها المعلمون جميع ذوي المستويات ضعيفة في القراءة. شملت الدراسة 131 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً. وفقاً لاختبار قراءة بسيط ومقياس معدل الذكاء، تم تصنيف كل طفل في واحدة من 3 مجموعات، القراء النموذجيون مع معدل ذكاء نموذج، ذوي المستويات ضعيفة في القراءة مع معدل ذكاء نموذج، وذوي المستويات ضعيفة في القراءة مع معدل ذكاء منخفض. تم عرض أزواج من الكلمات على الجميع وسئلوا أين هي القافية. لا يشير الهجاء إلى أوجه التشابه في الصوت. باستخدام التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي، أو fMRI، لاحظ الباحثون النشاط في 6 مناطق بالمخ مهمة في ربط الطباعة والصوت. النتائج، أظهر القراء الضعفاء في مجموعتي معدل الذكاء نشاطا دماغيا أقل بشكل ملحوظ في المناطق التي تمت ملاحظتها مقارنة بالقراء العاديين، لكن لم يكن هناك فرق في أدمغة القراء الفقراء بغض النظر عن معدل ذكائهم. يقول غابرييلي، تشير هذه النتائج إلى أن مشكلة القراءة المحددة هي نفسها سواء كان لديك قدرات معرفية قوية في جميع المجالات أم لا. يمكن أن يكون للدراسة تأثير مهم على كل من تشخيص وتعليم القراء الفقراء. التعريف المنقح لعسر القراءة المقترح للدليل التشخيصي والإحصائي القادم، الكتاب التشخيصي للطب النفسي، يفتقر حالياً إلى الأدلة العصبية الحيوية لإزالة التناقض الشديد بين معدل الذكاء والقدرة على القراءة،
كما يقول فوميكو هيفيت من جامعة ستانفورد. ستكون دراستنا هي الأولى التي تقدم مثل هذه الأدلة. وفي الوقت نفسه، يقدم المعلمون عادة تدخلات تركز على القراءة واللغة لمن يعانون من عسر القراءة، لرفع مستوى القراءة لديهم إلى مستوى الإنجاز المتوقع. لكنهم قد يعتبرون مثل هذا العلاج المحدد غير مجدي للأطفال الأقل أذكياء. إذا فهم المعلمون أن نفس الشيء يحدث في أدمغة جميع القراء الفقراء، فقد يرون أن كل هؤلاء الأطفال يمكن أن يستفيدوا من نفس التدخلات. نظراً لأنه من الصعب تعلم الكثير إذا كنت لا تستطيع القراءة، فهذه أخبار جيدة لكثير من الأطفال. مصدر القصة: المواد المقدمة من جمعية العلوم النفسية.